انا اشوف ذول عوائل بمنطقه ابو مصطفى. ابو سريح يمك ابو سريح. هذا الاتجاه ذاك المحور اللي بارك الله فيك جزاك الله خير. انا قاعد احكي شنو عن راح يطي بعد واحد يضرب لكن عليهم مستشفى وبعدين قبل عليهم حتى ينجى الثان يا أرض قري عينا تأتي لك الأخبار. أنه في القريب العاجل نعلن عن تطهير ليس مدينة الموصل وإنما كل محافظة نينوى من شر الدواعش الأوباش.